قال رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش إن موقف الحلف الراهن هز العالم، وهناك دول تجتمع من أجل مطالب حضرموت، مضيفا أن كل الجهات الأخرى والاجتماعات تتكلم عن حضرموت، مشيرا إلى أنه لولا الصوت الذي أطلقه الحلف لما كانت هذه الاجتماعات موجودة، ولن نخرج من هذا الشيء إلا بموقف يخدم الناس. الأمور اليوم تغيرت، ما عاد هي مثل ما كانت أول، والآن في دول قدها الآن مجتمعة على على مطالبكم. موقف الحلف هذا هز العالم، أمس أنتم رأيتوا كل الجهات الأخرى تتكلم عن حضرموت واجتماعات من شان أهل حضرموت، لو ما الإجماع هذا ولو ما الصوت اللي يتكلم ما كانت الناس تجتمع حتى من شانها، ما هم دارين منها. الأهداف المهمة اللي نحن نوقف عليها أن احنا ما نخرج من هذا الموقف إلا بشيء يخدم الناس. الوقت هذا والتضحية كلها ونخرج كذا ما يقع شيء. ضروري نحس المجتمع الحضرمي أن في شيء تغير جذري. الكهرباء أكبر مأساة عندنا الكهرباء الحين، اللي الناس يتعذبوا منها. احنا نريد حل جذري، مو 100 ميجا ولا 200 ميجا، نريد 500 ميجا 1000 ميجا، ليش لا؟ نريدها مثل ما قلت من خيرات البلاد، هذا مو مثلا نعتدي على حد ولا